ايه الاخبار يا رجاله؟ هنتكلم النهارده على الباشا اللي ورايا ده، كافينيرو سبورت 150 من شركه بنيلي. السكوتر ده نزل من فتره كده، نزل تقريبا في 2021 وبعد كده اختفى، ودلوقتي نزل عندنا تاني بشكل جديد او بالاصدار الجديد بتاعه. فالسكوتر فعلا شكله كويس وتحس ان هو حاجه محترمه، فعايزين نعمل النهارده كده مراجعه سريعه عليه، نشوف ايه الامكانيات بتاعته ونشوف هل في اي اختلاف مثلا بينه وبين القديم او حاجه ولا لا. زي ما انت شايف شكل السكوتر بصراحه شكله هجومي جدا، او شكله تحس ان انت فعلا راكب حاجه محترمه او حاجه نظيفه. يعني السكوتر حجمه كبير، حجمه ضخم، الكرسي بتاعه كبير، فمن احسن السكوترات بصراحه اللي انا شايف ان شكلها كويس. في برضو حاجه في الاس واي ام كانت شبهه تقريبا الجيت اكس او حاجه زي كده، على ما اتذكر كان الجيت اكس كان واخد نفس الوش ده بالظبط. فالسكوتر بصراحه شكله كويس، يعني السكوتر من الواجهه الاماميه كده شكله هجومي، تحس ان انت فعلا عايز تركب السكوتر ده تشتريه من مجرد ما تشوف شكله. وبرضو هنا في سكرينه كده كويسه بتحمي عنك شويه هواء حلوين، طبعا هي مش كبيره للدرجه، ولكن يعني بالنسبه للسكوتر 150 سي فالسكرينه بتاعته كويسه جدا. برضو شكل المرايات دي صورناها قبل كده على سكوتر، برضو المرايه بتاعته كبيره شبه برضو اللي انا مركبه عندي في الموتوسيكل. تعال نبدا اول حاجه بمواصفات السكوتر ده. السكوتر ده نازل بموتور 150 سي سي، ومن ضمن المميزات اللي موجوده في السكوتر ده وهو انه تبريد ميه. يعني في الغالب ما بنشوفش اصلا موضوع ان السكوترات تكون 150 سي وتبريد ميه، قليل جدا لما بنشوف حركه زي دي. حتى لو نزلنا هنا هنلاقي الريداتير بتاع السكوتر موجود اهو في الجزء ده علشان يدخل الهواء، طبعا ما ينفعش يكون مخفي. فالسكوتر من ضمن المميزات اللي فيه ان هو تبريد ميه. وبرده السكوتر ده انجكشن، يعني 150 سي انجكشن، وتقريبا بيطلع حوالي 13 او 14 حصان. طبعا السرعه القصوى بتاعته ممكن توصل معاك لحد 120، ده الطبيعي بتاع السكوترات اللي في الفئه دي. فالسكوتر سرعته كويسه، برضو الامكانيات بتاعته كويسه، تبريد ميه، فحاجه تساعدك حتى في الاجواء اللي هي الحر والكلام ده كله. وزي ما انت شايف الواجهه الاماميه بتاعته من اكتر الحاجات الملفته اللي فيه، الشكل اللي انت شايفه ده تحس ان انت راكب حاجه فعلا فخمه. وشكل الانوار بتاعته هنا نازل عندنا بلمبات صفراء عاديه، دي برضو حاجه في ناس ما بتفضلهاش ان هو ينزل باللمبه الصفراء، ولكن شكل الفانوس نفسه كويس، يعني شكل الفانوس كده كله على بعضه كويس بالاشارات بتاعته بالكلام ده كله. للاسف مش عارف ندور السكوتر ده النهارده او حتى نشوف الانوار بتاعته عشان البطاريه بتاعته مش موجوده، ولكن في ناس كتير عارفه السكوتر ده وشافت له قبل كده مراجعات والكلام ده كله، فهو من ضمن السكوترات الكويسه اللي موجوده في السوق. طبعا في ناس ساعات ما بتحبوش بسبب حته قطع الغيار والكلام ده كله، بس الحاجات دي لما بتنتشر قطع غيارها بتتوفر اكتر. فلسه الموديل ده او لسه الاصدار ده نزل تاني اليومين دول، عايزين بقى نشوف قطع غيارها تتوفر ولا ايه الدنيا. لكن انا بحاول ان انا اوضح لك المواصفات بتاعته. زي ما انت شايف السكوتر العداد بتاعه انالوج او مؤشر يعتبر كله بالكامل. هنا عندنا التفويله بتاعه البنزين بتكون ظاهره في الجنب ده، وهنا السرعه كلها ظاهره بالمؤشر، وهنا الناحيه الثانيه الار بي ام بتاع السكوتر. برده العداد بتاعه مش وحش، يعني العداد بتاعه شكله كويس، انا بحب بصراحه شكل المؤشرات دي اكتر حتى من العداد الديجيتال. هنا عندنا الانوار بتاعه الاشارات، الاشاره اليمين والاشاره الشمال والنور العالي والكلام ده كله، فالعداد بتاعه برده شكله كويس. وبرده الجدوم بتاع السكوتر بيفكرني بسكوتر كوي، فبرده شكله كويس، القعده بتاعته كويسه. تعالى برده كده نجرب نطلع على السكوتر نشوف الدنيا بتكون عامله ازاي وانت قاعد. زي ما انت شايف تعالى كده نوسع الكادر شويه، ده شكل السكوتر وانت قاعد عليه، فشكله فعلا تحس ان انت راكب حاجه محترمه. السكرين اللي قدام دي وشكل العداد بتاعه والكلام ده كله، الدنيا كويسه جدا فيه بصراحه. يعني هي بنيلي عموما بتنزل سكوترات كويسه، يعني في ناس كتير بتحب سكوترات بنيلي عموما، بس طبعا هي الناس بتتكلم دايما في حته قطع الغيار دي. السكوتر هنا نازل بفرامل باكم امامي وخلفي، زي ما انت شايف فرامل الباكم الامامي بتاعته. هتقول لي طبعا سي بي اس اي بي اس الكلام ده كله، لا هو نازل بباكم بس امامي وخلفي. وزي ما انت شايف نازل بالفرده سي اس تي، عرضها 120، الفرده اللي قدام عرضها كويس. يعني انا اصلا الموتوسيكل اللي معايا اللي هو البنيلي تي ان 250، الفرده اللي قدام عرضها 120، فلما يكون سكوتر 150 الفرده بتاعته 120، فده هيديك توازن برده كويس. في هنا برده كده عندنا زي كفرات كده او حمايه كده للجزء اللي قدام ده، وبرده هنا دي بيسموها اكسدام، ممكن تعلق عليها فجات، تعلق عليها النمر، بس في الغالب النمر لازم تكون في الجنب، فهنا في ناس بتستخدمها ان هي بتعلق عليها انوار او حاجه. وبرده بتحمي الجزء الامامي من السكوتر عشان لو خبطت مثلا هنا في حاجه، او لو قدر الله مثلا خبطت في عربيه او اي حاجه، ده بيكون اول حاجه تخبط في العربيه او الحاجه اللي انت تخبط فيها، فبيدي حمايه كويسه للسكوتر من قدام. الدواسات بتاعته، الدواسه بتاعه الراكب الخلفي، هنا طبعا الراكب الامامي بيكون حاطط رجله هنا، وهنا الراكب الخلفي. تعالى كده نرجع على الجزء الخلفي. بالنسبه للجزء الخلفي هنا عندنا فالسكوتر نازل برده بفرامل باكم، هنا زي ما انت شايف الاسطوانه بتاعه الفرامل والماستر او زي ما بيسموها كتله الفرامل. فالسكوتر نازل فرامل باكم امامي وخلفي. لو طلعنا كده فوق شويه هنلاقي المساعدين، اثنين سوسته، واحده هنا واحده الناحيه الثانيه. دايما الاسكوترات بنلاقي ان المساعد بتاعها طويل كده شويه، والفرده الخلفيه نفس فكره الفرده الاماميه بالظبط، وعرضها 140 زي ما انت شايف، 140 60 14. وبرده بالنسبه للمساعد اللي قدام، مساعد واخد كده لون مختلف عن بقيه السكوتر، مساعد عادي مش مقلوب او اي حاجه، بس احنا دايما بنشوف السكوترات كده، دايما هتلاقي السكوتر نازله بيه نفس شكل المساعد ده. وزي ما وريتك ورا الاثنين مساعد، فهو نازل بمساعد امامي عادي واثنين مساعد خلفي زي ما انت شايف كده. تعالى برده كده نطلع شويه نشوف شكل الديل بتاع السكوتر، ده شكل الديل بتاع السكوتر عموما، والفانوس اللي ورا برده كبير، يعني السكوتر ده الفوانيس بتاعته سواء اللي قدام او اللي ورا شكلهم ضخم او شكلهم كبير بالنسبه لاي حد هيشوفه. ولو طلعنا كمان شويه كده لفوق هنلاقي توب بوكس، توب بوكس ده بيجي مع السكوتر
اكتر. تعالى برضو نخرج المفتاح من الكونتاكت ونفتح التوب بوكس نشوف المساحه بتاعته عامله ازاي من جوه. هو مش كبير للدرجه ولكن هيساعدك في موضوع التخزين. يعني نعمل كده ونفتح زي ما انت شايف. ممكن مثلا يعني مش هنقول ان هو ياخد خوذه بس، ممكن تاخد فيه حاجات صغيره معاك مثلا كتب، معاك حاجه لو انت هتشتري مثلا هتروح بدروس هتروح بالجامعه الكلام ده كله. فحته التوب بوكس دي هتنفعك، في ناس بتحب دايما الجزئيه دي، تقدر ان انت تشيل فيه حتى العده بتاعتك لو انت تاخد عده مع السكوتر، فتقدر انت تشيل فيه الكلام ده كله. نقفل كده تاني ونشوف المساحه التخزينيه اللي هي تحت الكرسي. نقفل يا عمنا. تعالى برضو بما اننا اتكلمنا على التوب بوكس، تعالى نشوف المساحه التانية وهي المساحه اللي هي تحت الكرسي. زي ما انت شايف المساحه بتاعته برضو كويسه. نشيل العلبه دي كده علشان اوريك الدنيا. فالمساحه بتاعته يعني ممكن تاخد خوذه، ممكن تخش فيها الخوذه، بس بنسبه كبيره تكون الخوذه اللي هي الهاف، علشان في برضو هنا شويه بروز جواه وانحناءات وكده، فممكن ياخد معاك الخوذه الهاف مع التوب بوكس ده. فانت عندك برضو مساحه كويسه موجوده في السكوتر. هنا موجود تيل امامي وخلفي والبطاريه بتاعته، الكيت بتاعته عموما، التيل بتاع الفرامل، الفلتر، الحاجات دي كلها. برضو ناخد نظره كده سريعه على الزرار بتاعته. عندنا هنا الزرار بتاع البطال، مقبض البنزين والفرامل، يعني دول ما فيهمش تفاصيل قوي. هنا عندنا طبعا الزرار بتاع الانوار، الحاجات العاديه اللي احنا بنشوفها في الموتوسيكلات او السكوترات. وزي ما دايما بتشوف في معظم السكوترات او في تقريبا في 90% من السكوترات هتلاقي هنا حاجه ممكن تعلق فيها شنطه او اي حاجه، بتنفع جدا لو انت هتشيل حاجه على السكوتر. وعندنا هنا الجزء ده تانك البنزين او المكان اللي انت بتفاول منه، موجود برضو هنا في حته مميزه مش تحت الكرسي زي ما بنشوف في الغالب. فكرني بالكوي اللي هو الكيت اللي لسه مصورينه قريب، ده مكان البنزين. بس كده يا سيدي، دي كانت مراجعه سريعه عن سكوتر كافينيرو 150 من شركه بنيلي. زي ما انت شايف الجو حر والواحد عرقان، فما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه قبل ما تخرج. السكوتر ده سعره النهارده حوالي 83000 جنيه، وهتاخد معاه تغيير زيت. يعني السكوتر بيكون معاه تغيير زيت، هتطلع معاه اول ما تشتري من المعرض، وكمان المعرض هيشيك لك عليه او هيعمل لك زي صيانه سريعه كده قبل ما تستلمه علشان ما يحصلش معاك اي مشكله او حاجه. وزي ما بنقول دايما احنا دلوقتي في معرض مصر موتورز، هسيب لك العنوان بتاعهم وهسيب لك الرقم والكلام ده كله. وعايز تستفسر عن اي حاجه ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه قبل ما تخرج. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.